الشعب المغربي كان متبع المباراة ديال المنتخب المغربي مع تنزانيا. الشعب التنزاني كان متبع المباراة ديال المغرب مع تنزانيا. بزاف ديال الايفواريين لبسوا القميص المغربي وحضروا الملعب وشجعوا المنتخب المغربي، وكاينين الناس من مالي وبزاف دول وبزاف الشعوب في افريقيا كانوا كيتفرجوا في المنتخب المغربي، وايضا شعوب في امريكا اللاتينيه وفي العالم تبعوا المباراه ديال المنتخب المغربي وغيتبعوا المباريات ديالو المقبله. وهادشي راجع للاشعاع والانجاز المغربي اللي حققوا في كاس العالم التي اقيمت في قطر. ولكن إذا قلت لكم بأن هاد المتابعات كتكون جزئية، يعني ما يمكنش شي شعب كامل غيتبع المنتخب المغربي من غير الشعب المغربي، ولكن في المباراة ديال تنزانيا كان واحد الشعب في إفريقيا كله من الراس للراس، الشعب كامل ديال الدولة كاملة تبع المباراة ديال المغرب مع تنزانيا كأن البلد ديالو هو اللي لعب مع تنزانيا ماشي المنتخب المغربي. الشعب ديال النيجر الدولة اللي كاينة في الساحل تبع المباراة ديال المنتخب المغربي وشجع المنتخب المغربي ضد تنزانيا. وهنا السؤال المطروح، علاش؟ المهم من بعد ديك الفضيحة الأخلاقية اللي دار المدرب الجزائري عمروش مدرب ديال تنزانيا، اللي بالمناسبة أحيل اللجنة التأديبية ديال الكاف ومازال كاينين عقوبات أخرى، وكيف ما قلت في تويتر أنه سيطرد من بعد الكاف مباشرة، وهادشي قلته قبل ما يخرج رئيس الاتحادية ديال تنزانيا ويهاجم المدرب الجزائري ديالو ويقول لي هادشي اللي قال ما عنده حتى علاقة بالاتحادية ديال تنزانيا. المهم من بعد هذيك الفضيحة الأخلاقية مشيت نقلب مورا هاد تنزانيا هادي والمدرب ديالها والتأهل ديالهم، خاصة أن التأهل ديالهم كان فيه بزاف ديال الكولاسة وبزاف ديال الغش وبزاف ديال الخواض، وطرحت بزاف الأسئلة ديال الاستفهام، خاصة المباراة ديال تنزانيا والجزائر اللي خرجوا بها في تعادل مريب جدا. المهم درت البحث ديالي ولقيت ماشي غير الكولاسة، والكولاسة والجوساسة والبوساسة كيدير هاد المدرب الجزائري ديال تنزانيا والتنزانيات، وكيف ما تنقولوا في المغرب الديب ما تيعاود غير ما جرى ليه، وهادشي اللي دار هذاك المدرب الجزائري ديال تنزانيا. المهم كانت واحد المباراه بين النيجر وتنزانيا، مباراه مهمه جدا، الا ربحت فيها النيجر غادي تضمن التاهل ديالها الى كاس افريقيا ديال كوت ديفوار، الا ربحت تنزانيا او تعادلت تنزانيا غادي يبقى عندها الامال وتقدر تاهل. هاد المباراه تلعبات في تنزانيا وسالت بواحد لصفر لصالح المنتخب التنزاني. كانوا شعارات عنصريه، كانوا لافتات، ولكن داكشي نقولوا نقدروا ندخلوه في كره القدم، وداكشي كاين وعادي في ماما افريقيا، ولكن اللي ماشي عادي هو الغش والكولسه والجوساسه والعوساسه وداكشي الاخر. وشوفوا معايا هاد اللقطه هادي باش تفهموا علاش كنتكلم. ميسي لا با فيني نوفيل بوسيبيليتي جبريلا كي با دونك اليرتي سوسا يا ان دوزيام بالون سور لو تيران يا ان دوزيام بالون سور لو تيران يا 5 بالون سور لو تيران. En raison notamment des ramasseurs des balles et l'arbitre qui. Ils sont bons, hein, les ramasseurs de balles, j'aime beaucoup leur t-shirt. Et là, ils se font. المباراة كان فيها 96 دقيقة، 90 دقيقة الرسمية و6 دقائق وقت إضافي. فهذوك الدقائق الأخيرة من بعد 90 كان المنتخب ديال النيجر كيضغط على الدفاع ديال تنزانيا اللي كان صافي عيا، صافي سالا، صافي كينتظر غير صافرات النهاية ديال المباراة. وكانوا هجومات خطيرة، وكانوا دوك الدراري اللي كيجمعوا الكواري كانوا كيلوحوا الكواري داخل الملعب باش يتوقف اللعب وتوقف اللعب شحال من مرة. وكيف ما شفتوا في اللقطة اللي وريتكم كانوا ربعة الكواري داخل الملعب، صدق او لا تصدق ما عمرها وقعت وقيلة في العالم وما عمرها وقعت في هذه اللعبة،
كنشوفوا هذه اللقطه هذه، ولكن كيكونوا جوج كواري، كره باقا ما خرجاتش وشي واحد تيلح كره من هذوك الناس اللي كيجمعوا الكواري. كنشوفوها ايضا حتى في بعض الدوريات الاوروبيه جاري بها العمل، ولكن باش ثلاثه ديال هذوك اللي كيجمعوا الكواري ثلاثه بيوم يلوحوا كواري بثلاثه في خطره واحده وفي دقه واحده، والملعب يولي فيه ربعات الكواري وكاين واحد الهجوم خطير. افين هو داك المدرب الجزائري اللي قال لك حنا تاهلنا بدون كولاسه؟ ودابا هادي شنو سميت هاد القضيه؟ دابا هذا ماشي الغش، دابا هادي ماشي الكولاسه، دابا هادي ماشي الجوساسه، والكولاسه حنا باقي نراجعين لها من بعد. المهم الحكم لقى راسو عنده ربعات الكواري داخل الملعب، وقف الماتش ومشى وحاول يطرد واحد من هادوك اللي كيلوحوا الكواري، هو راه خاصو يطردهم كاملين، حاول يمنعهم من انهم ياخذوا الكواري وحط الكره حدا الحارس باش ما يبقاوش يخسروا اللعبه. دابا تصور معي لي لحظه يا اخي المغرب، دابا هاد الفرقه هادي والمدرب ديالها اللي كيديروا هاد الروينه كامله هادي قال لك تهاجموا المغرب وتهاجموا على الكولاسه، وبنادم ما كيتقشرش، والله الا بنادم ما كيتقشرش وما تيمرقش وما تيحشمش، وكيتصحاب لي زعما راه ما غاديش يجبدوا لي الخنز ديالو وما غاتجبدوش لي الملفات ديالو، ها نتوما طالعين غير بالغش من غير هادوك التضييقات اللي تعرض لها المنتخب ديال النيجر والهتافات العنصريه وبزاف ديال الامور. حنا نركزوا غير على هاد اللقطه هادي. دابا الكاف علاش ما تدخلاتش فهاد اللقطه؟ والمشكله ان الحكم ما زادهمش دقائق باش يعوضهم على هاد التوقفات هادو اللي كانوا بسبب هادوك الناس اللي كيجمعوا الكوار. وما تقولوش لي عاوتاني بان هادوك الناس اللي كيجمعوا الكواري غير من راسهم قرروا انهم يلوحوا الكواري بربعه وسط الملعب، وكل مره كيلوحوا لهم عاوتاني الكواري، طرد لهم هذاك وبقاو تيلوحوا لهم الكواري داخل الملعب وتيخسروا لهم اللعب وتيخسروا لهم الريتم، واللعابه ديال النيجر والطاقم ديال النيجر كلشي تعصب وكلشي تنرفز وبغاو كاع يوقفوا المباراه. داكشي علاش في الاول تفاجات علاش الشعب ديال النيجر كامل في الصفحات في التلفازه ديالهم في مواقع التواصل الاجتماعي كلشي فرحان وكيشمت في تنزانيا انها خسرات ب 3-0 وفرحانين وكيشكروا المغرب وكيديروا الصور ديال المنتخب المغربي بحال رد لهم زعما الاعتبار ديالهم وبحال الا انتقم لهم. ونترجم لكم واحد منشور مثلا من واحد في النيجر قال لهم طبيعه الحال باللغه الفرنسيه، انا غنترجمها العربيه، قال لهم مكسب غير مشروع لا ينفع ابدا، تنزانيا تاهلت بالغش امام النيجر، اليوم بقدره القادر تنحني بثلاثه اهداف مقابل صفر امام المغرب امام اسود الاطلس. وهذه المباراه بالذات اللي كان فيها الغش وكانوا كيرميو الكواري وكانوا كيحبسوا اللعب وكانوا كيديروا مضايقات بزاف للمنتخب ديال النيجر، كلهم تيقولوا بان هذيك المباراه هي المباراه الفاصله وهي اللي كلفاتهم عدم التاهل الى الكوت ديفوار، وكلهم اعتبروها غش. علاش؟ لانه في ديك اللقطه المنتخب ديال النيجر كان قريب من تسجيل هدف لولا هاد المضايقات ولولا هاد الغش هذا في اللعبه، حيت صافي كيف ما تنقولوا المنتخب ديال تنزانيا صافي طاح صافي عيا ولا كيدير اخطاء كبيره في الدفاع وكان ممكن يسجلوا عليهم في اي لحظه. خاصكم تعرفوا بان الترتيب ديال هذه المجموعه كانت النيجر هي في المرتبه الثانيه وراء الجزائر، في الاخر تنزانيا هي اللي ولات الثانيه والنيجر ولات هي الثالثه. النيجر خسرت مع الجزائر ذهابا وايابا، خسرت معهم بجوج لواحد وخسرت معهم من بعد بواحد لزيرو، يعني اللعب كان بين النيجر تنزانيا واوغندا. ونزيدكم شويه من الكولاسه ديال هذا المدرب الجزائري ديال تنزانيا اللي فار علينا راسنا بالغش وبالكولاسه وبالهيمنه وداك التخربيق، هو اكبر مخلوط في هذه القاره الافريقيه. هذا المدرب الجزائري في المباراه الاخيره ديالو كانت في الجزائر ضد المنتخب الجزائري، والنيجر كانت غتلعب ضد اوغندا. النيجر خاصكم تعرفوا واحد الحاجه، النيجر على المستوى الكروي دائما ما كانت كتسلخ تنزانيا وكتسلخ اوغندا بجوج. المهم المدرب الجزائري كما المعتاد خرج بغى يدير التشويش على المنتخب ديال النيجر، هو يدير لهم واحد التصريح صحفي وقال لهم المساعد ديال المدرب ديال منتخب النيجر قال لي بانهم غادي يعطيو الماتش لاوغندا او غادي يخسروا امام اوغندا باش تنزانيا ما تاهلش. واش هادشي بالصح ولا ماشي بالصح؟ واش المساعد ديال النيجر قال لي هذا الكلام ولا ما قاليش؟ المهم المدرب الجزائري ما عطى حتى شي دليل، قال غير كلام هكاك وصافي، قال لهم غير قال لي وصافي، وما قال لهمش راه عندي شي تسجيل صوتي ولا شي رساله من عنده ولا قال لي في الملعب. المهم قال لي في ودني واقيله راه غادي نخسروكم وغادي نعطيو الماتش لاوغندا، وفعلا النيجر خسرات في المباراه الاخيره مع اوغندا بهدفين لصفر. النيجر مسكينه كانت كتعتقد بان المنتخب الجزائري ما كيديرش الغش وما كيديرش الكولاسه والعوساسه والجوساسه، ومن المفروض انه غير بح تنزانيا بكل سهوله. داكشي علاش يمكن بين قوسين انا ما عارفش، انا ما كنأكدش الكلام ديال المدرب الجزائري. المهم النتيجه ديال المباراه ديال النيجر اوغندا سالات لصالح اوغندا بهدفين
لي صفر. كون مثلا تنزانيا خسرات مع الجزائر كانت اوغندا هي اللي غتاهل الى الكوت ديفوار ماشي تنزانيا. وهنا نرجعوا عاوتاني باش ناكدوا الغش عاوتاني في المباراه ديال الجزائر تنزانيا. فهاد المباراه داخل الجزائر كانت الامور محسومه لصالح المنتخب الجزائري القوي جدا، اقوى منتخب في المجره وهو المرشح باش يدي كاس افريقيا. سال الماتش بتعادل مع المنتخب التنزاني. وباش ناكد لكم انه كان تلاعب ايضا في هذه المباراه من طرف المدرب الجزائري ديال تنزانيا، نوض صداع مع واحد المسؤول في الاتحاديه الجزائريه. المهم تغاوت ودابز مع واحد المسؤول قدام الكاميرا، سبحان الله العظيم جاو حتى قدام الكاميرا ودابزوا بيناتهم. المهم بغاو يبينوا زعما بانه راه ما كانش تلاعب في النتيجه وما كانش غش، وكان زعما راه الامور زعما متشنجه لدرجه انهم دابزوا بيناتهم. ومنين مشاو الندوه الصحفيه تصالح، سبحان الله العظيم هاد الناس هادو شحال ابرياء. غالبا المدرب الجزائري تفاهم مع الاتحاديه الجزائريه ومع النظام الجزائري العسكري بصفه عامه ومع بالماضي بطبيعه الحال، قال لي شوف تكيت علينا خلينا نخرجوا تعادل، لان النيجر غادي يعطيو المباراه لاوغندا غير ضد فينا حيت قلبناهم وغشيناهم ولحنا لهم ربعات الكواري وبدينا كنديروا الخشونه في المباراه ديالنا معاهم، راه بغاو يعاقبونا وبغير يردوا لنا الصرف وبغاونا ما نتاهلوش. فإلا ربحتونا نتوما في الجزائر راه ما غنتاهلوش، خليونا نخرجوا تعادل ويتسمى مدرب جزائري اهل تنزانيا. وفعلا هذا هو السيناريو ديال الكولاسه اللي دار. الكولاسه خدامه في هذه المجموعه والروينه وشلاضه وما كاين غير الغش، شيتي غشي ويجي واحد راسه مربع بحال المدرب الجزائري يقول لك لقجاع والجامعه والهيمان. ومره اخرى يتاكد انه الا كان شي جراوي في العالم كيتهمك بشي حاجه عرف راه فيه هو الاول. هذا المدرب الجزائري كيتهمنا بداكشي اللي كيدير، هو رونها مزيان في المجموعه ديالو وما كاين غير الغش وما كاين غير التلاعب في نتيجه المباراه، وكيتهم الاخرين اللي ما داروا حتى شي تلاعب. اعطيني شي فيديو ديال المنتخب المغربي مثلا كيدير هذا النوع من التلاعبات او هذا النوع من الغش. وكنتمنى من فوزي القجاع معذب الكراغيله انه يفتح هذا الملف ديال التلاعب في هذه المجموعه هذه ونشوفوا الكولاسه ديال بصح. القناه ديالكم محتاجه التعليقات ديالكم واللايك ديالكم، والا كنتي جديد معنا في هذه القناه ما تنساش فعل الجرس وتشترك في القناه، ومرحبا بك في العائله الحاتميه. كان معكم حاتم المرابط، السلام عليكم.